نشرة منتصف الليل من الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. رئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعناوينها الكبرى سياسية واقتصادية وأمنية. احتكار الملك العمومي البحري والنقاط السوداء في عدد من الشواطئ يثيران تشكيات المصطفيين، والسلطات الجهوية تؤكد مضيها في التصدي للظاهرة. رئيس الوزراء العراقي يعلن النصر الكبير من مدينة الموصل المحررة من قبضة داعش الإرهابي، ويؤكد تعقب ما تبقى من فلولة. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. شرع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بداية من أمس الأحد وإلى غاية 12 من هذا الشهر في زيارة لواشنطن بدعوة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه الزيارة ستدفع التشاور حول مزيد التعاون والشراكة بين البلدين في شتى الميادين، وتكثيف التنسيق لمجابهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف. بتحوله إلى واشنطن، يكون يوسف الشاهد ثالث رئيس حكومة تونسي ما بعد الثورة يؤدي زيارة إلى هناك، ولكنها الأولى في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة، والهدف فتح آفاق جديدة للتعاون التونسي الأمريكي ودعم الشراكة بين البلدين، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب. زيارة السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد تندرج في إطار تدعيم علاقاتنا مع القطب الهام اللي هو الولايات المتحدة، خصوصا فيما يخص مكافحة الإرهاب وتحصين يعني على مستوى مناعة التراب، لأنه المنطقة مثل ما نشوفه اهتزت ثوابتها، وأمريكا بصفة استثنائية في الآونة الأخيرة خصت مقادير مالية هامة، وإن كان دار الحديث في الآونة الأخيرة أنه باش تقلص شوية من الإعانة، لكن في الأثناء أعطتنا إمكانيات، عاونتنا ببعض الإمكانيات والتكوين، خصوصا وتونس ركزت منذ الاستقلال على تكوين العنصر البشري. الزيارة تبحث أيضا آفاق تطوير التعاون الاقتصادي الذي لا يعكس واقعه عمق العلاقات بين البلدين، كما تتضمن لقاءات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في إطار المشاورات الحكومية مع هذه المؤسسة المالية الدولية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي وأولوياته. من الناحية الاقتصادية الزيارة هذه مهمة، أولا لدفع التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين اللي هو مازال ما هوش في المستوى المأمول، لكن الأهم من ذلك احنا نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية عضو قار في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، ونعرف علاقتنا والمديونية والحاجة البلاد متاعنا والاقتصاد متاعنا للديون والاقتراض من صندوق النقد الدولي، ولذا الزيارة هذه ممكن تندرج نحو حلحلة الأمور بالنسبة للقسط الثالث، وعلى ربما معنى الميزانية تكون في حاجة لقرض أو إعانات مالية أخرى. زيارة الشاهد إلى واشنطن تأتي أياما قليلة من زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تونس تناولت تعزيز التعاون التونسي الأمريكي، وكذلك أشهر قليلة من زيارة وزير الخارجية خميس الجناوي إلى الولايات المتحدة كان من أبرز محطاتها لقاء بنظيره الأمريكي، أكد فيه أن واشنطن ليست بلدا صديقا فحسب، وإنما هي شريك أساسي في مواجهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها مقاومة الإرهاب. في الأونة الأخيرة بدأت تصريحات بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية تطالب بضرورة إجراء تحوير وزاري جزئي، خاصة في ظل ما تشهده بعض الوزارات من شغور. بدأ التحوير الوزاري يلوح في الأفق، خاصة في ظل مطالب ملحة من قبل عدد من الأحزاب السياسية لضمان استقرار المؤسسات وإعطاء دفع قوي للوزارات وضخ روح جديدة في المؤسسات، بما يتماشى وصعوبة المرحلة الحالية، كما يذهب إلى ذلك عديد المتابعين للشأن الوطني. عوامل موضوعية مختلفة تفرض القيام بهذا التحوير، ومن بينها سد الشغور الحاصل على رأس وزارتي التربية والمالية، وتغيير بعض الوزراء الذين أساروا الحبر كثيرا، وكثر الحديث حول أدائهم الذي وصف في أحيان كثيرة بالهزيل، فضلا عن حرب غير معلنة بين الأحزاب السياسية الحاكمة لمزيد التموقع. هذا بالطبع يرجع لرئيس الحكومة، تقييم الفردي بتاع الوزراء يرجع لرئيس الحكومة وليقيم فريقه الحكومي ويشوف التغييرات اللي راها صالحة. نحن نراو اللي موضوع التحوير الوزاري بكل حالات ما يزموش يطول، واحنا في ظرف صعيب، في ظرف معناتها اليوم موسم صيفي وفيه معناتها المخاطر الكل ترتفع، لابد أن ننهي هالموضوع ذا بأقصى وقت ممكن ويكون هناك تفاهم، ما يزمش ضغط على رئيس الحكومة من أي طرف سياسي كان.
بعض تصريحات الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم ترى في التعديل الحكومي ضرورة في ظل حجم التحديات المطروحة في أكثر من مجال، وخاصة ما يتعلق بالتنمية والتشغيل ومكافحة الفساد، وهو ما يفرض حزاما سياسيا قويا للحكومة في عملها في الفترة القادمة. وحتى المنظمات الموقعة على اتفاقية قرطاج والتي وقفت وراء تشكيل الحكومة باتت هي الأخرى تطالب بتحوير جزئي لها، وأحدثها تصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوبي. لكن التحويرات الجزئية لابد أن تكون مدروسة، تكون لا تخضع إلى مقاييس كما قلنا ونكون موجم عليها الناس كلها، اللي هي نظافة اليد، الشفافية، تكون كذلك معناها القدرة على تناول الملفات، تكون عندها الروح الوطنية اللي طاغية تنبذ الناس ذواتها. هذه المقاييس اللي كانت توفرت في بعض الأشخاص بعد تقييم في إطار وثيقة كارتاج، والتقييم الأخير يبقى من مشمولات السيد رئيس الحكومة. وإزاء الوضع الراهن قد يجد يوسف الشاهد نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما، فأما الكفاءة والنجاعة وأما الترضية السياسية وفق المحللين. في موضوع آخر، انتشرت مظاهر تجاوزات على مستوى الاستغلال العشوائي للشواطئ في عدد من سواحل البلاد، حيث لم يسلم المصطاف من أيدي من نصبوا أنفسهم مالكين لرمال الشاطئ دون وجه حق. واحد من هذه الشواطئ التي تضم مثل هذه النقاط السوداء هو شاطئ غار الملح ببنزرت. وجهة لعدد لا يستهان به من المصطافين ناهز 120,000 مصطاف في يوم واحد، إلا أن هذه اللؤلؤة البحرية لتونس وهما على التوالي كل من شاطئ غار الملح وشاطئ سيدي علي المكي ببنزرت أصبحت مرتعا لمتجاوز القانون ولمن يستغلون الملك العام للصالح الخاص، فلا حسيب ولا رقيب لما يحدث. تقول ضيف تخاف الشوك ولا في الحجارة، ما عندكش حق تنصب الداخل، رغم ان الملفات قالوا هبطوا قرار قال لك باش تنحاو حكاية الباراسولات. وما يا خويا مسيت شفت معاك طبيعيين، اما خلينا كوتي احنا فهمتني باش العباد اللي يحب عندي باراسول. الجمهورية التونسية وزارة الداخلية بلدية غار الملح تدفع 1500 يزيد يقول لك راك انت داخل المأوى غير محروس. حتى باش تحط الباراسول نتاعك يقول لك لا وخر التالي، يعني في البلاصة هذيك محجوزة. يا رسول الله على الكياس نخلصوا، على الدنيا كلها نخلصوا، تجايين بحر عطيهولنا ربي، واحد سخانه من فوق ودماك لبعضها، ما عنديش كليماتيزور في الدار، نجيبش نتفرج في البحر نخلص عليه، يعني ربي يعطيني حاجه نزيد نخلص عليها. باراسول ما تحطش باراسول. علاش؟ تجي تقري باراسول. قداه كيلو؟ 15 باراسول وطاوله وكريس. كي تحب تحط باراسول نتاعك؟ لا ما يخلوكش. تو فرصتهم هم. فرصة يعني بالسيف عليك باش تاخذ باراسول يعني بالسوم اللي يحبوا هما. قداه من إلى؟ من 10 ل 15 للماشي، نجي على حجر هنا بنك نعمل غطسه ونجي ونعمل منش وكهو. تدفع 15% نتاع البارك، كهربتك ماهيش محروسه، ما عندكش سيرفيس، البوبيل مصيب. 45 دينار زوز متر وعشق زب 45 دينار. الباراسول تاع في كهرباء نجيب لك المفاتيح ونوريهم لك. اصحاب تراخيص كراء الشمسيات والانتصاب القانوني يرون ان هناك تجنن فيما يحدث لهم، مؤكدين ان الاخلال من كثره التراخيص المسنده. امورنا قانونيه خويا، يكريوا لنا بالفلوس اللي يطلبوا ياخذوهم ومن بعد يدوروا علينا، يكريوا لنا ومن بعد يدوروا علينا. الشط هذا الكل فيه 120 رخصه. 120 رخصة، كي الدولة تحب تخمم على العباد نورمالمون تعمل لهم هما، تعطي 100 رخصة وتخلي 20 رخصة للعباد هذوكم يحطوا فيهم باراسولاتهم وحدهم. والي الجهة وأثناء حملة بشاطئ ضيمال أكد أنه ماض في حملته لردع المتجاوزين على امتداد سواحل بنزرت، كما أكد أنه قام بإزالة عدد من البنايات الصلبة والالتزام باحترام التراخيص المسندة، وذلك لإرساء القانون وترك أكثر مساحات للعموم. وإحنا دولة القانون وفرض القانون واحترام القانون، والشاطئ هذا راهو ملك المواطنين وملك الناس كل، مش معقول باش الشاطئ يولي معناها بالفلوس. وهذا على الاقل انا نعتقد ان اليوم في ولايه بنزرت نجم نقولوا سيطرنا على 70% من الشواطئ نتاعنا وخليناها شواطئ مفتوحه للعموم. شوف احنا المآوي الكل تمت فيها بتاع طريق البلديات، ونأكدوا بلي كونها ثم مثلا في بعض الشطوط عملنا مآوي ماهيش محروسه ومآوي محروسه اللي السيد اللي خذا اللزمه، لكن ديما يتحمل المسؤوليه نتاعو ما دام خذا اللزمه يتحمل مسؤوليته بحكايه السرقات، وهو مطالب باش يأمن السيارات نتاعو هذه. وفي انتظار استكمال تنظيم الخدمات في بقيه الشواطئ، تبقى منطقه بنزرت من بين الاماكن التي يحلو فيها الاصطياف، حتى وان تحول الاستمتاع بالبحر الى كابوس يؤرق جيب المواطن.
دوليا ووسط احتفالات في صفوف القوات العراقية بهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قادة المعركة لتهنئتهم بالنصر بعد نحو 8 أشهر من بدء العمليات العسكرية في المدينة. رقص العسكري على إيقاع عراقي صميم وسط دخان القذائف وأصوات المدافع، مظاهر الاحتفال وسط مشاهد الدمار، صورة واقعية من قلب الموصل العراقية تحتل اليوم شاشات العالم لتضع حدا لثلاثة أعوام من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على ثاني أكبر المدن العراقية. ومع رفع العلم العراقي على حافة نهر دجلة في المدينة القديمة بالموصل، احتفل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتحقيق النصر الكبير على التنظيم الإرهابي بعد نحو 8 أشهر من المعارك ضده. تم تطهير العديد من المدن، ابتداء بدأت من معارك بيجي وتكريت ومن ثم الرمادي والفلوجة، وحاليا نحن في الموصل بعد ما أتمنى الساحل الأيسر، الآن الساحل الأيمن على مشارف النهائية حيث قطعت جهاز مكافحة الإرهاب وصلت إلى ضفة النهر. وحتى اللحظة تبدو سيطرة ما تبقى من مسلحي التنظيم الإرهابي على أقل من 1 كيلومتر من أراضي الموصل العائق الوحيد أمام الإعلان الرسمي عن تحرير المدينة بالكامل، خاصة أنهم يستخدمون المدنيين كدروع بشرية، ما يصعب الأمر على طيران التحالف الدولي لحسم المعركة. وفيما يبدو من المبكر تقدير حجم الدمار الذي طال المدينة، توقعت الأمم المتحدة أن تتخطى كلفة إعادة إعمار الموصل $1 مليار. في المقابل حذرت منظمات الإغاثة الإنسانية من الدمار النفسي الذي طال الناجين من حصار الموت في الموصل، فضلا عن تبعات حياة التشرد نحو 900,000 شخص نزحوا من الموصل منذ عام 2014. الرحلة الحديدية الخاصة بجمهور المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم تابعتها كاميرا الأخبار ونقلت لكم أجواء الوصول لمحطة مدينة الجم. سيتم تنظيم رحلات مماثلة متزامنة مع كل سهرات المهرجان. هي سفرة خاصة على متن قتال الجم القادم من تونس قبل حوالي ساعة من انطلاق حفل افتتاح المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، مقلان أفواج الجماهير لمواكبة عرض الافتتاح. مهرجان الجم السنة يحتفي بالمشروع المركز الثقافي الجبلي بالسمامة مع مؤسسة رنبور، يعني المداخيل نتاع مهرجان الجم السنة لدعم مشروع المركز الثقافي الجبلي بالسمامة. كل عام عم نقول بركة ما حضرتش الجم. الامبيونس والجاية في التران والعبيد تبدا ملمومة، سي تري انتريسون افوار افيفر اوسي. زيد الكاليتي نتاع الموسيقى اللي تبدا موجودة، حاجة تخرجنا من الموجود كل يوم ونسمع موسيقى حاجة جديدة وفن راقي. نبداو كل مع بعضنا وعاملين جو ونحكي وما نفيقوش بالثنية، ومن بعد سورتو لو روتور وموا نتبادلوا معناها شنو لي زافي ما بيناتنا. سفرة حملت أكثر من 500 مسافر لمتابعة الموسيقى السيمفونية، وستتلوها سفرات أخرى لمحبي الموسيقى السيمفونية ذهابا وعودة نحو العاصمة في كل عرض. سفرة شهدت أيضا حضور سفير فرنسا في تونس. إنها المرة الأولى التي أزور فيها الجم، وهي من أجمل المناطق في العالم وتستحق أن يزورها السياح ويتعرفوا على هذا الموروث الحضاري لتونس. أنا أيضا فخور بهذه المبادرة لأنني من هواة الثقافة ومن أحباء السفر على متن القطار. الجميع سعداء وأنا سعيد بتقاسم هذه الأجواء معهم. أجواء خاصة يتقاسمها هؤلاء في رحلة الجم في موعد سنوي للاستمتاع والترفيه وتبادل الآراء حول عرض الافتتاح. إلى التذكير بالعناوين: رئيس الحكومة يوسف الشاهد في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعناوينها الكبرى سياسية واقتصادية وأمنية. احتكار الملك العمومي البحري والنقاط السوداء في عدد من الشواطئ يثيران تشكيات المصطفين، والسلطات الجهوية تؤكد مضيها في التصدي للظاهرة. ورئيس الوزراء العراقي يعلن النصر الكبير من مدينة الموصل المحررة من قبضة داعش الإرهابي ويؤكد تعقب ما تبقى من فلولة.
وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في بوانتي. ليلة طيبة للجميع، إلى اللقاء.